مدرسة من ماين تأمرها المدرسة بالتخلص من شجرة عيد ميلاد زهرية. تم إعلام مدرسة في مدرسة ثانوية في ولاية ماين بوجوب التخلص من شجرة عيد ميلاد زهرية اللون ومزخرفة بكرات القطة كاتي. لم تكن الشجرة تحمل أي رمز ديني بل عبارة عن كرات صغيرة تحمل وجه القطة البريء. كاثرين جوردون تعمل مدرسة رياضيات في مدرسة بنغور الثانوية، وقد شكلت شجرة عيد الميلاد اللطيفة بنفسها ووضعتها في صفها في المدرسة. وتقول جوردون بأنها تعمل على تزيين صفها منذ 30 عاما، كما ولم يسبق أن اشتكى أحدا من ذلك، لكن هذه السنة أرسلت لها إدارة المدرسة بريدا إلكترونيا يلزمها بالتخلص من الشجرة لأن سياسة المدارس اختلفت منذ ذلك الحين. لم تكن جوردون سعيدة بقرار المدرسة وقد كتبت على فيسبوك القصة واشتكت مما حدث. ويوم الخميس الماضي علقت المدرسة قرارها وسمحت لجوردون بإبقاء شجرتها بالصف. فما رأيكم يا سادة؟ هل تعتقدون أن خلو الشجرة من أي رمز ديني يجعلها حيادية ومقبولة بالنسبة للطلاب؟ أم أن الشجرة نفسها رمز ديني؟